عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. المخاطر الاقتصادية في لبنان ترتفع وقطاعاته الإنتاجية تنزلق إلى الركود. تدمر لؤلؤة الصحراء السورية، حولتها الحرب من قبلة للسياح إلى مدينة للأشباح. بوتين يهدد الغرب بعقوبات مضادة وشركات روسية تتجه شرقا. أهلا بكم. ارتفعت حدة المخاطر الاقتصادية في لبنان، ما يهدد بخفض الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى تراجع كبير في مؤشرات النمو ويرفع معدلات البطالة. تراجع تصنيف لبنان في مؤشر المخاطر الاقتصادية الذي تصدره مجموعة هيرمز. الخبير الاقتصادي لويس حبيئة يؤكد أن ارتفاع المخاطر يهدد بانخفاض الاستثمارات في القطاعات الوازنة. المخاطر العالية تبع لبنان هي نتيجة للأوضاع، وهي بتسبب كمان تخفيف بالاستثمارات الجديدة. يعني المخاطر طلعت لأنه عندنا مشكل كلنا عارفينه، ولأنه عندنا مشكلة وطلعت المخاطر بتصير الناس تتعوق أو تفكر مرتين قبل ما تعمل استثمار. قطاع الخدمات يعد الأكثر حساسية في لبنان، وأغلب الشركات الخدماتية وفق حبيئة مهددة بالإفلاس. هلأ الزراعة والصناعة تأثروا، بس إن أصلا ما كانوا بأوضاع عظيمة. قطاع الخدمات اللي هو هلأ تأثر كتير، يعني ما في سياحة، ما في أوتيلات بالكاد. يعني أنا برأيي أكترية الأوتيلات ما عم فيها تسكر مصاريفها. القطاع العقاري في لبنان لم يتأثر حتى الآن على الرغم من الجمود الذي يعاني منه. أما المصارف فهي غير معرضة لأزمات. أسعار العقارات ما عم تنزل لأنه في عناد من قبل اللي عندهم شقة ما بدهم ينزلوا السعر. في عنا ثقة بالقطاع المصرفي بعدها موجودة لبنانيا وعالميا. واللبناني وغير اللبناني بعده عم بيحول. هلا المشكلة عم تصير عند المصارف. ليه؟ لأن المصرف عم يدفع فايدة وما عم بسهولة يقدر يدين الأموال. إذا ربحية المصارف الهامش عم بيضيق. ووصلت الخسائر التراكمية في لبنان إلى 7.5 مليار دولار خلال سنوات الأزمة السورية، في وقت لا يتوقع أن يتخطى النمو خلال العام الحالي هامش 2%، وهو يحتاج إلى نمو يصل إلى 6% كي يتمكن من خفض معدلات البطالة ويكبح انزلاق اللبنانيين إلى الفقر. أكثر من 31 مليار دولار أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ 3 أعوام. هذا الرقم يقارب الناتج المحلي للبلاد بحسب رئيس الوزراء وائل الحلقي. وأوضح الحلقي أن الحكومة رصدت مبلغ 330 مليون دولار لتعويض الأضرار وتأمين مستلزمات الصمود. ويجمع الخبراء على أن اقتصاد سوريا تحول إلى اقتصاد حرب منذ عام 2011، وباتت الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء وسط تراجع نشاطات القطاعات الإنتاجية. هذا التراجع في نشاط القطاعات الإنتاجية يبدو حادا في قطاع السياحة. قلعة تدمر الأثرية باتت على لائحة المواقع السياحية المشلولة تماما في سوريا بعدما كانت على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. المتحف نهب، الأعمدة أصيبت بالقذائف، والقلعة فقدت جاذبيتها السياحية وخسرت لقبها لقب لؤلؤة الصحراء. لؤلؤة الصحراء فقدت بريقها. تدمر تحولت إلى مدينة أشباح بعدما كانت قبلة السياح في سوريا. لا أحد يزور القلعة القديمة سوى بضعة جنود يتحركون في أرجائها يكتشفون معالمها. معالم تغيرت مع مرور الزمن، وغيرتها أكثر قذائف الهاون والطلقات المدفعية التي شوهت ما تبقى من أعمدة المعبد الأثري. في 10 شباط 2013 وقت اللي استقرت المجموعات المسلحة بالواحة البساتين تدمر، صار في قصف على المنطقة، ونلاحظ آثار الضرب والتدمير اللي صار بهيكل معبد بل قدس الأقداس. قدس الأقداس دنس في الحرب، حرب قضت على السياحة في سوريا منذ 3 أعوام وقطعت أرزاق آلاف العاملين في هذا القطاع. اللي يعمل في مجال السياحة لا يقل عن 5000 شخص، طبعا مع افراد عائلاتهم. السياحه تعتمد على الفنادق والمطاعم
في الباعة الجوالة وبعض الأعمال السياحية والخيم السياحية والجولات في المناطق الصحراوية بيقوم بها مع السائحين. كل هذه الأعمال توقفت حاليا. كل شيء متوقف حاليا، المطاعم خالية، المتاجر مقفلة، المتحف مدمر، وحدها أعمال النهب والسرقة تبدو ناشطة. كانوا لصوص الآثار أحيانا عدم استطاعة تهريب هذه الآثار إلى خارج سوريا يعملون يلجؤون إلى إخبائها أو تخبئتها في مكان غير مكشوف. هذه المجموعة من القطع الأثرية تم اكتشافها في أحد البيوت التدمرية مخبأة وتحت أرضية المنزل، فالجهات المختصة بطرقها الخاصة عثرت على هذه المجموعة وعادتها إلى المتحف الوطني. استعاد المتحف الوطني جزءا من ثروته، ثروة جذبت إليه أكثر من 200 ألف سائح عام 2010 قبل أن يبدأ الحراك الشعبي في سوريا ويتحول إلى معارك قاسية. وفي ظل هذه المعارك القاسية 13 موافقة حصل عليها المصرف التجاري السوري لاعتمادات تمويل من بنك تنمية الصادرات الإيرانية. مدير المصرف فراس سلمان قال أن هذه الموافقات تأتي ردا على 48 طلبا أرسلها المصرف، وأوضح أن إيران وافقت على طلبات المتعلقة بتأمين الحاجات الأساسية، أما بقية الطلبات فلا تزال قيد الدراسة. العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان ضعيفة نسبة إلى الإمكانات المتاحة. الكلام لوزير التجارة المصري منير فخري عبد النور على هامش منتدى الأعمال السوداني المصري في الخرطوم. بلغ التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال سنة 2013 ما يقرب من 850 مليون دولار أمريكي، ولكي أكون دقيق 839 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم زهيد بالمقارنة إلى الإمكانات المتاحة، فيجب أن نعمل على زيادة هذا التبادل، وقد يكون لفتح المنافذ وخاصة المنفذ البري بين مصر والسودان أثر إيجابي لتحقيق هذا الهدف. فرض عقوبات على النفط الروسي غير ممكن برأي وزير النفط الإيراني بيجان زينغانا. قال زينغانا أن سعر النفط قد يرتفع عالميا إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض عقوباتها على روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن وزيري الطاقة في كل من إيران وروسيا توصلا إلى اتفاق نفطي مبدئي أثناء لقائهما الأسبوع الماضي من دون الكشف عن تفاصيله. وفرض عقوبات على موسكو هو تصرف عدواني بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد بالرد على أي محاولة غربية لمعاقبة بلاده. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 21 شخصية أوكرانية وروسية موالية لموسكو، فيما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين روس بينهم نائب رئيس الوزراء وزعيم القرم وأعضاء في الدوما والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وبسبب هذه العقوبات بدأت الشركات الروسية بتحويل وجهتها. الرئيس التنفيذي لروس نفط أكبر منتج روسي للنفط إيغور سيتشين بدأ أول الخطوات في هذا المجال. سيتشين يجول على دول آسيوية في إطار سعي موسكو لتوثيق العلاقات مع الشرق. يأتي هذا التوجه وسط خلاف متصاعد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة أوكرانيا. وفي السياق نفسه باع رجل الأعمال والملياردير الروسي علي شير عثمانوف حصصا يملكها في شركتي أبل وفيسبوك الأمريكيتين. الملياردير الروسي اتجه شرقا واستثمر ملياراته في شركات تكنولوجيا صينية. بلدان أوروبية وأمريكية وأسيوية تبرز على خريطة صادرات الأسلحة في العالم. الدول العربية ولا سيما الخليجية كانت المستورد الرئيس قبل أن تدخل الهند وبقوة على خط شراء الأسلحة وتخزينها. كيف هي خريطة تجارة الأسلحة حول العالم؟ الإجابة مع الزميل عبد الله الظاهر. السلام عليكم. الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين وباكستان وغيرها من الدول تعد أكبر مصنعي الأسلحة في العالم والمسؤولة عن أكثر من 90% من تجارة السلاح سنويا. 129 شركة تبيع السلاح على مستوى العالم تبلغ قيمته السوقية نحو 10,000 مليار دولار بعائدات سنوية إجمالية تصل إلى نحو 500 مليار دولار. من بين هذه الشركات 7 شركات أمريكية تأتي ضمن قائمة أكبر 10 شركات لإنتاج السلاح في العالم، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو 165 مليار دولار.
في قائمة الدول المصدرة للسلاح تتربع الولايات المتحدة في الصدارة كما نرى هنا بنسبة 29%، ومن ثم روسيا بنسبة 27%، ومن بعدهما ألمانيا ب 7%، الصين ب 6%، وفرنسا ب 5%. لكن السؤال هو الواردات إلى أين؟ الواردات بأغلبيتها تذهب إلى البلدان الخليجية التي ارتفعت مشترياتها هذا العام عن عام 2008 بنسبة 23%، وتمثل هذه المشتريات نحو 52% من إجمالي مشتريات دول الشرق الأوسط مجتمعة، حيث تأتي السعودية في المرتبة 5 عالميا بعدما كان ترتيبها عام 2008 18 عالميا. دول الخليج استثمرت أيضا أموالا ضخمة في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ولا سيما من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختزلتا وحدهما 45% من إجمالي ما استوردته دول الخليج من السلاح. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أعد تقريرا أشار فيه إلى أن مشتريات الهند، باكستان والسعودية من السلاح زادت بقوة في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت واردات الهند وحدها من الأسلحة بنسبة 111%. السلام عليكم. شكرا عبد الله، وبهذا نأتي إلى ختام النشرة. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.